صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 13 لسنه 2023 باعاده تنظيم هيئه تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تنظيم هيئه تنظيم سوق العمل وذلك على النحو الاتي. الرئيس التنفيذي لهيئه تنظيم سوق العمل بدرجه وكيل وزاره، وتتبعه أولاً إدارة الاتصال، ثانياً إدارة المشاريع، ثالثاً إدارة التوعية والشراكات، رابعاً نائب الرئيس التنفيذي للسياسات ومعلومات السوق بدرجة وكيل المساعد، وتتبعه إدارة السياسات والبحوث، وإدارة الدراسات ومعلومات السوق، وإدارة حماية الأجور، خامساً نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمعلومات بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية، إدارة تقنية المعلومات. سادساً نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة خدمات أصحاب الأعمال، إدارة خدمات العمالة، إدارة تطوير الأعمال، إدارة تطوير الأنظمة العمالية. سابعاً نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحمايه بدرجه وكيل المساعد وتتبعه اداره الشؤون القانونيه، اداره التفتيش العمالي، اداره الرصد الوقائي، مركز الحمايه والتظلمات. الماده الثانيه يلغى المرسوم رقم 39 لسنه 2019 بتنظيم هيئه تنظيم سوق العمل.